قضية مخالفة الله تعالى للحوادث يعني للمحدثات المخلوقات قضية مهمة. وقد أوقعت أيضا هذه الصفة صنفين من البشر في مشاكل كبيرة في اعتقادهم ومبدئهم. الصنف الأول سماه العلماء المشبهة أو المجسمة. هؤلاء لما سمعوا بعض هذه التفصيلات فيما سبق لكن لا بأس أن أذكر بها. هؤلاء المشبهة أو المجسمة قالوا الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا وهكذا، قال الرحمن على العرش استوى، فما دام قال هذا فإذا لله تعالى جسم، فجسموا الله تعالى وشبهوه بخلقه، وقد ضلوا ضلالا بعيدا لذلك لأنهم نسوا تلك الآية التي نكررها دوما ليس كمثله شيء. فشبه الله تعالى بخلقه، سماهم العلماء المشبهة أو المجسمة. وهؤلاء ابتدأوا من عصور قديمة من قبل المسلمين. اليهود كما أشرت لكم قالوا الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، رجل شيخ ذو لحية كبيرة بيضاء وقد هرم وحني ظهره وهو جالس على عرش عظيم وحوله الملائكة يحفون به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتبعهم بعض المسلمين بشكل من الأشكال، قالوا طبعا أصلحهم الله، وقعوا في ضلال بعيد وانحراف خطير، لكنهم على كل الأحوال ما داموا موحدين يبقون مسلمين لكنهم في ضلال بعيد مشانهم، وهم هؤلاء الذين أقول عنهم المشبهة والمجسمة. أخذوا هذا الكلام أيضا على ظاهره فقالوا نعم لله يد، طيب بدون أن تشبه قل كما قلنا فيما سبق لله يد واسكت كما قال سلف الأمة. لا، ما دام ذكر اليد، اليد معروفة عند العرب، ما هي اليد؟ خمسة صابع، إذن خمسة صابع، لك أعوذ بالله يا رجل، عين، إذن هذه عين باصرة، أعوذ بالله، كيف تقيس الخالق على المخلوق؟ سبحان الله، هذه فئة انحرفت انحرافا جديدا. الفئة الثانية سماها أهل العلم عكس الفئة الأولى، سموها المعطلة. الفئة الأولى المجسمة أو المشبهة، الفئة الثانية المعطلة، وهم قالوا لا يمكن أن يشبه الله تعالى خلقه، فإذا يد الله فوق أيديهم ننفي، لا، ليس لله تعالى يد، وليس لله أعين، وليس لله عرش. كيف تنفي ما أثبته الله عز وجل؟ قال كي لا يشتبه عندك وعندي الخالق بالمخلوق. إذا قلنا يد معناها يخطر له خمس أصابع خلاص، إذا قلنا عين سيخطر في باله عين، لذلك ليس له لا يد ولا عين ولا عرش ولا ولا، وهذا أيضا ضلال بعيد، وهذه مصيبة كبيرة. هؤلاء نفوا وعطلوا صفات الله تعالى وجعلوها معزولة عن الله عز وجل، وهذا أيضا أمر مريج. ذكرنا الذي ينبغي عليه أن يكون الاعتقاد لنا جميعا كمسلمين، وهو أننا نؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه بلا تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل، نمر الآيات كما جاءت، كما قال الله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم تجري بعيننا، تجري بعيوننا، الرحمن عرش استوى، الرحمن عرش استوى، كيف لا كيف. أو نؤولها كما ذكرت لكم سابقا بأن يد الله فوق أيديهم قدرته، تجري بأعيننا أي بعنايتنا، الرحمن على العرش استوى أي تجلى بقدرته، فلا يخرج مخلوق عن حكمته وقدرته وحكمه فيه، وكلا الأمرين لا بأس به. وهذا ملخص لهذه الصفات، أسأل الله لي ولكم أن ينفعنا بما تعلمنا.